اتفضل. شكرا مجدي. اقعد. مبدئيا كده انا بعتذر لك على الطريقه اللي جبتك بيها النهارده. بس اكيد ما بعتذرش على اللي حصل امبارح. حط نفسك مكاني. عايز اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. اتفضل. لو دخلت على اختك فريده، هي مش اسمها فريده برضو؟ فريدة صح. لو دخلت على شقتها ولقيتني معاها تعمل معايا ايه؟ ما ترد. اوعى تكون من بتوع الاوبن مايند والكلام الفارغ اللي حاشوا بيه عقول العيال الضايع اللي لا فهم الدنيا ولا دين. اللي ما بيخافش ويغير على لحمه وعرضه في الشارع اسمه ديوس. ولا انت مالكش في الشرع والدين؟ انت ملحد؟ ملحد ايه ده؟ ملحد؟ لا طبعا مؤمن. ده انا حتى يعني مؤمن قوي كمان. وبتسكر وبتتصرمح؟ والدك الحاج ممدوح اللي ما بيفوتش فرض عارف اللي انت بتعمله؟ قول لي ايه؟ انت بتخاف ربنا؟ طبعا بخاف ربنا. يعني هو في حد ما يكونش بيخاف ربنا مثلا؟ هي دي المشكله. انت قبل ما تخاف ربنا لازم تحب ربنا. نعم. ده موضوع كبير احنا بنتكلم فيه على رواقه. ما احنا هنبقى نقعد مع بعض كتير. هنبقى نسايب.